التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من قادة القوات المسلحة بقاعدة المشير طنطاوي العسكرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة بما يمكنها من الوفاء بمسؤوليتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري. تضمن اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة، تناول أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ماضية في التطوير والتحديث بمختلف الأفرع الرئيسية والأسلحة التخصصية للوفاء بالمهام المكلفين بها في حماية الوطن وصون مقدساته، كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها الوطنية لدعم جهود التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. وعقب اللقاء شهد القائد العام للقوات المسلحة ختام فعالية بطولة الدرع العام للرماية الدولية على مستوى القوات المسلحة، وقام بتكريم الأوائل من الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والقوات الخاصة. كما تفقد معرضا للنظم الإشارية المتطورة والتي تمثل نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حضر الفعاليات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.